مساء الخير، مساء سعيد، تحية طيبة مباركة لكل مشاهدينا الكرام. نحييكم ألف تحية وكنرحبوا بكم وكنستقبلكم اليوم معنا في حلقة جديدة ومقاطع جديدة وموسيقى جديدة في برنامج دندنة مع عماد على القناة الفضائية شادة تي في. الأكيد أننا دائما نواصل مسيرة التحليق عاليا فوق المدارس الموسيقية الكلاسيكية، سواء كانت المغربية أو العربية. اليوم كذلك غادي نتعرفوا مع الأصوات الجميلة اللي غادي تأتت معي هذا الفضاء اليوم على مدارس أخرى ومقاطع وأغاني أخرى. طبعا الحلقة اليوم غادي يكون حاضر معنا مايسترو. الأكيد أننا غادي نبغيو نتعرفوا على أصدقاء الفنانين اللي حاضرين معايا أيها الأحباء، لكن البداية كالعادة كنرحب بفنانينا وموسيقينا وإخواني، طبعا على آلة الأورج هشام تحية طيبة، ثم كذلك صديقي رشيد عازف الكمان، ثم كذلك عودة موفقة للأستاذ عازف العود طارق، وكذلك ضابط الإيقاع فؤاد. كنرحب بكم جميعا، وكالبداية ضروري هي كالعادة وكما اعتدنا أننا كنبغيو نسمعوا واحد المقطع موسيقي غادي تكون من معزوفة أو أغنية اسأل روحك. شكرا، هيا شدوا الأحزمة، الإقلاع بعد لحظات. نبدأ حلقتنا اليوم كما وعدتكم، طبعا الأكيد أنها تكون حلقة غنية ومشوقة. معي واحد من الأساتذة مايسترو، طبعا صاحب فرقة موسيقية له تواجد ومنذ سنوات في الساحة الفنية المغربية والعربية. اليوم كنرحب ترحيب خاص الأستاذ صلاح الشرقاوي. أهلا بك سيدي صلاح. شكرا سيدي عماد. تنحييك، تنحيي قناة شادة تي في وجمهور شادة تي في، يعني والطاقم التقني لقناة شادة تي في، وتنتمنى لكم إن شاء الله توفيق. إن شاء الله إن شاء الله. أكيد أنا فرحان وجد سعيد أنك تكون معي اليوم مع فنانين آخرين اللي غادي نتعرفوا عليهم بعد لحظات. طبعا المايسترو صلاح الشرقاوي يعني المعروف في الساحة الفنية المغربية، وحتى كذلك لك مشاركات في بعض الدول ديال الوطن العربي، منها مهرجان القاهرة الشيخ، كله غنتكلموا عليه إن شاء الله اليوم، وكذلك اللي كانت وراء يعني إبراز العديد من الفنانين مواهب كانوا في وقتها، ومن بعد غادي الأصوات اللي غادي نتعرفوا شكونا وما اللي دازوا عندك في الفرقة، ولكذلك اللي درستهم واللي قريتهم. فهذا أقل حاجة هو أنك تكون معنا اليوم ونتعرفوا عليك أكثر. شكرا. الله يبارك. كذلك معايا ولأول مرة فنانة هي بنت فنان كبير، غادي نتعرفوا عليه من بعد شكون هو. طبعا معنا سعيدة، أهلا بك سعيدة بنياز، يلا نحرقوا الله. سعيدة أهلا بك. أهلا بك سي عماد، وشكرا على الاستضافة، وأنا فرحانة بزاف تواجدي معكم. كنشكر الفرقة الموسيقية وجنود الخفاء طبعا، الطاقم التقني، ومرحبا بي عندكم. الله يبارك فيك. فسعيدة بنياز، طبعا ملي كنقولوا بنياز إلا وأننا كنتفكروا الفنان الأستاذ حسين بنياز، واحد من أعمدة التمثيل والفكاهة والمسرح بالمغرب. شكون منا لا يتذكر ثنائي ديال بزيز وباز؟ طبعا بزيز سي أحمد السنوسي، وباز هو الحسين بن نياز. سعيدة بنته قليل ربما اللي كعرفة أنك تغني اليوم، احنا صرفناها في دندنة. مرحبا. ثم كذلك صديق كويري وفنان عز الدين قسوس، أهلا بك عز الدين. أهلا بيا عندكم سيدي عماد، كنشكر الطاقم التقني، كنشكركم على الاستضافة،
وكنتمنى ان شاء الله تكون حلقه مميزه بوجود الاستاذ صلاح مرسلي الشرقاوي والاستاذ بنياز. مرحبا مرحبا. طيب كبدايه انا نبغي نتوجه معك مايسترو صلاح ونتوجه في الكلام معك يعني تقريبا ان شاء الله الفرقه الموسيقيه العربيه اللي انت كترأسها ولي أسستيها منذ سنوات اعتقد احنا دابا تقريبا 19 سنه ان شاء الله بدايه السنه المقبله بدايه 2021 يعني بالضبط يمكن فيفري غادي تكمل 20 سنه على تاسيس. اولا بغيت نرجع معك اللور ولو انا هضرت معك في بنابر اخرى وبرامج اخرى ولكن لان بما ان السنه هذه غادي تخلد الذكرى ال20 فنتكلموا شي شويه كيفاش كان جات الفكره التاسيس. طبيعة الحال كل واحد أي فنان يحلم أنه يلعب شوية كبير فمن طبيعة الحال أنا كنت طالب في الكونسيرفاتوار وكنت واحد كان واحد لقيتها القنوات السمعية البصري اللي كانت عندنا قناة وحدة اللي هي البريهي اللي كنا تدوزينا فرقة أم كلثوم وفرقة ليالي زمان وكنت نتمنى أنني نكون عضو عازف فيها او نكون مع الكورال تنغني كانوا يعجبوني يعني لا لا يعني كانت امنيتي ان تكون عندي نكون عيت نعزف فرقه فيها لا كورال ان عندها واحد مجموعه ديال الاصوات منسجمه طبيعه الحال. ففي 2001 بالضبط فيفري 2001 وانا ذاك مدير في معهد ديال الانفا ف أسس من خلال الطلبة واحد لاكورال من يعني المسجلين ديال المعهد كتبت واحد الإعلان على الراغبين في كذا قسم الموشحات وكذا وبديت ندرب معهم وتنجمعهم في كلاس 40 كذا تنجمع مجموعة واحد الوقيتة لقيت راسي عندي واحد الريبرتوار مع أصوات جميلة وأصوات زوينة وتسمعوا دا سميتو وانا يعني جاتني كسميتو عيب ان هاد الوليدات حفظوا ريبرتوار كبير وانا نطوع مع اصدقاء ديالي اللي تنشتغل معاهم في الفرق الموسيقيه انا ذاك ديك ساعه انت كنت يعني كنت كعازف انا كعازف عزفت مع مجموعه ديال الفرق الموسيقيه في المغرب ماشي في سميتو بالات تشيلو الفيرونسيل فيرونسيل وعندي اصدقاء ديالي جي يشتغلوا معايا قلت لهم فوالا راه عندي الفكره راه فوالا شنو اشتغلوا معايا كان المرحوم الغازي رحمه الله وكان مجموعه ديال الاخوان العربي الكاملين انا تنشكرهم من هذا المنبر لان اسوا معايا كانوا هما يعني الاعمده ديال الفرقه في البدايه ديالها. بديت بحفل في المركب الثقافي ديال زفزاف في المعارف ونال الاعجاب ديالهم درنا غير الادوار الريبرتوار ديك الساعه غير الكلاسيكي ادوار واغاني كلاسيكيه عبد الوهاب وام كلثوم وبعض الاغاني المغربيه ولقى واحد الاقبال كبير والناس حنا سالينا درنا ساعتين ديال سميتو ما بغاوش يمشيو من يعني كان حضور ديال البيضاوه كان كثيف ولكن الناس يعني شافوا شي حاجه ما كايناش هذيك يعني هذاك النهار يعني شفت في عينين الناس ان منبهرين في واحد المجموعه الصوتيه لان اشاك فوا تندوز موشح وتنخرج واحد من المطربين الذكور انه من المجموعه يغني دور ديال عبد الوهاب او دور ديال عبد الحمولي او صالح عبد الحي غير الكلاسيك القديم وشويه وتخرج عنصر نسوي من المجموعه هكذا ولكن اللي تار انتباه ديالي هو انبهار كانت القاعه مليانه عن اخرها اكيد وانا استحضر هذيك الايام كان شكون اللي كان حاضر لان كان الوالد ديالي اللي حاضر الله كان بالحضور دائما بات عماد كان يموت على الفرقه المغربيه بالمناسبه الفرقه المغربيه للموسيقى العربيه وهي كيف جاتك التسميه الفرقه المغربيه للموسيقى العربيه لان كان لازم بكل صراحة باش سميتو كان لازم أنني ندخل اسم الوطن ديالنا اللي هو المغرب
وخصني لان تنشوف الفرقه القوميه المصريه الفرقه القوميه اللبنانيه الكادا هذه فهمتي الاسماء لا 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 يعني اسماء اللي وبالاسماء ديال البلاد اسسها تحت الظاهر 59 اللي هو ديال الجمعيات جمعيه الفرقه المغربيه للموسيقى العربيه بسميتو ومشات باسس وهذيك هي انطلاقه وبدات كل يعني كل 3 شهور تندير سهرات وحتى 3 سنوات وانا غادي هكذا الا ان جاتني الفكره انني ندير الذكرى المئويه لميلاد سيدة الطرب العربي أم كلثوم وكنت عملتها في السينما ريالتو كانت 2004 لأن دار الأوبرا احتفلت بسميته الميلاد الحقيقي ديال السيدة أم كلثوم اللي هو 1896 ولكن كاين واحد العقد ازدياد ديال أم كلثوم اللي ذكروا يعني الدكتور فيكتور سحاب في السبعة الكبار يعني تقول يعني اللي عندها هي في البطاقة الوطنية وسميتو هي 2004 وانا احتفلت لا 1904 ودرت هذا النشاط بشراكة مع دار الأوبرا المصرية تقصى انا يعني درت علاقة انا بدأت العلاقة هذه انا درت وجات حضرت لي السيدة رحمها الله راتبة الحفني اللي هي مديرة دار الأوبرا ومديرة مهرجان الموسيقى العربية ونال الإعجاب ديالها لأن دوزنا مسابقة ديال يعني الأغاني السيدة الطرب العربي أم كلثوم الكلاسيك وجانا من كل فجنا يعني المغاربة يعني جاوا من طنطان ومن العيون جاونا باش درنا وعزلنا عشرات الأصوات اللي دوزنا بهم واحد السهرة ودازت على المباشر في إحدى القنوات المغربية وال الغد درنا السهرة اللي خاصة بأم كلثوم اللي شاركت فيها مي فاروق أنا ذاك في بداية ديالها كانت هي خريجة لاكوغال هي وأمل ماهر الأصوات القوية أمل ماهر الصوت ريهام عبد الحكيم كانت مجموعة وعلي الحجار كانوا مجموعة ديال المطربين اللي تخرجوا من لاكوغال ديال اسميتو وكانت دار الأوبرا تتساهم في أنها يعني يشتغلوا في يعني في أنحاء الوطن العربي فكانت مي فاروق وكانت كريمة السقلي وكان فؤاد الزبادي اللي لعب لنا الدور ديال الشيخ زكريا أحمد وكانت واحد السهرة يعني فريدة ودرنا واحد المعرض ديال الصور نادرة أنا ومن هذا المنبر تنحييه سيماراتجي اللي جاب صور نادرة ديال أم كلثوم وعلاقتها يعني من اللي جات هنا المغرب والزيارة ديالها في مراكش وفاس أكيد. ومع المغفور له والحسن سي محمد المراجي اللي كان حيوه الحاج فحقيقة هو مرجع وكذلك مرجع في جميع بغيتي في الفن بغيتي في الرياضة بغيتي في السياسة يعني عاصر ما شاء الله عليه 3 ملوك وشارك معنا في المعرض هو أن سي مراجي بواحد الفولار ديال السيدة أم كلثوم نعم. كانت هدات وليه في 97 ملي في 67 ملي جات في مسرح محمد الخامس انذاك وكانوا صور نادره اللي عند مراجي لاول مره كانت يخرجهم وشاركت 114 صوره نادره لا سميت المهم كان يعني حنا غادي حنا بدايه يعني فيها واحد الحماس انا كنشوف دابا غير من الطريقه باش كتكلموا من عينيك يعني واحد الحماس اللي نتمناه يبقى دائما خلال هذه المسيره ديال 20 سنه ولو ان هناك بعض العراقيل كل مره اكيد وهذه هذا حال الدنيا غادي نبغي نمشي معك في محطات كثيره ولكن اكيد غادي نبغيو نسمعوا اصدقائنا الفنانين اللي حاضرين معنا سواء سعيده بنية سواء عز الدين قسوس سعيده كذلك كان لها الحظ انها شاركت معك وفي الفرقه وتتلمذات ان صح التعبير وهي عضو ديال المجموعه الصوتيه سميتو تبارك الله صوت جميل تنتمنى لها التوفيق دابا راه شقات الطريق ديالها انها بدات دير بعض الاغاني مع بعض الملحنين تنتمنى لها ان شاء الله وغادي يكون ان شاء الله ان شاء الله طيب قبل ما نهضروا معك شويه نسمعوك اولا عاد غادي نبغي نهضروا لان انت عندك كاين ما يتقال معك غير فقط باباك تاريخ حسين بن نياز هو تاريخ حتى هو كذلك فشنو غادي نسمعوا في الاول نديروا على الضيعه على الضيعه طبعا هي اغنيه السيده الصبوحه صباح وهي من محمد عبد الوهاب اعتقد محمد عبد الوهاب طيب تفضل
الضياع وديني وبلا البياع جينا نبيعك وشتو ضيانا ضيانا القلب ببيروت جينا نبيعك وشتو ضيانا ضيانا القلب ببيروت يا شبابة شباب الضياع هالضياع يا ما الضياع نحكي قصتنا يا مصيبتنا ويا جرستنا من بدنا نحكي قصتنا يا مصيبتنا ويا جرستنا هالشب السبب لوعدنا بيع قلبه 12 بيع الشب السبب لوعدنا بيع قلبه 12 بيع الشب السبب لوعدنا بيع قلبه 12 بيع جينا نبيعك بوشتو البيع جينا نبيعك وشتو ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت جينا نبيعك وشتو ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت يا شبابة شباب الضياع هالضياع يا ما الضياع يا Thank you.
سلام، أغنية جميلة حقا، بارك الله عليك في هذا الاختيار. حقيقة أغنية ربما كانت قليل ما معروفاش كثير. شفت التعامل ديال الموسيقار محمد عبدواب مع صباح، يعني في دخل لها يعني اللبناني، يعني من بعد في اللبناني أكيد يعني في الإيقاعات. ف طيب سعيدة بن ياز، نعم. عاودي لنا على حكايتك، يعني الأب ديالك واحد من رواد المسرح والوان مان شو والكوميديا والفكاهة بالمغرب والتمثيل، وانت ترعرعتي في هذا البيت هذا، أكيد هناك يعني فيه نفحات فنية، ولكن كيفاش انت مشيتي للغناء؟ واش بديتي تمثلين مبكرة أو لتا لواحد وقيتها عد؟ ما بديتش في السن المبكرة، أنا معكم عاد دابا يعني ما بنت شحال هادي، ولكن أونتخطون كنت كنغني وأنا صغيرة، كنغني في مناسبات، في حفلات ديال المدرسة، في عيد العرش، دائما من ضمن المشاركات. صافي. يعني كنتي كتغني غير مثلا مع العائلة؟ مع العائلة فقط، ولكن حيت انت كنتي كتشتغلي، يعني الفن كان عندك مثلا هواية وصف، يعني كنتي كان عندك العمل ديالك؟ كان عندي العمل ديالي. من بعد البكالوريا توجهت للدومين ديال التمريض، خدمت كمواليدة لمدة ديال 16 عام. بارك الله، ساج فام واليدة. دونك غادي شحال زادوا ديال الوليدات؟ بزاف ويعقلوا عليك دابا، مواتهم بطبيعة الحال ماشي هما، غادي يقول لهم راه فوالا راه الفنانة سعيدة راه هي اللي هي المولدة. يا ريت يعقلوا. حقيقة خدمة نبيلة، وكنحيوا جميع الممرضات وجميع المولدات والأطباء كاملين اللي خدمت معاهم، كنحييهم هذا المنبر. حقيقة خدمة صعيبة أكيد متعبة، ولكن فيها بزاف ديال الحسنات. مازال انت بطبيعة الحال الانسان حنا كنقلبوا على الحسنات، مازال انت كتشتغلي ولا حبستي؟ لا دابا بور لو مومون حبست، ولكن الا كان ان غومبلاسمون مثلا يعيطوا ليا، ولا كان ان كار كيعيطوا ليا، الا كان شي حد خاصو شي انجيكسيون مثلا في العائله ولا الاصدقاء كنمشي. طيب غراتويتمون. دونك شنو الوالد ديالك سي حسن، سي الحسين، سي حسين بن ياز، واش كان يعني مش غادي معاك، مش هترك الرأي؟ لا ما كانش غادي معايا، ما كانش بغيك تغني واخير؟ بيان سور ما كانش بغاني نغني، كان كيقول لي القراية توجيه خذي البكالوريا، يعني الدراسة كانت هي الأولى بالنسبة لي. وكنت كنحاول هكا في الدار، كندوز من حدا البيت ديالو مثلا، كندندن زعما سمعني راني كنعرف نغني، زعما يدير شي مبادره هو. وفي نفس الوقت سي الحسين ما تنساش راه تيغني، راه كانت عنده مجموعه، وراه تيشد بعض الاغاني وتيقلبهم في لي باغودي. هو سي احمد السلوسي كيعزف آلات العود، تيعزف العود سي الحسين. اللي حنا باقيين شويه صغار وتنشوفوا سي الحسين في هذيك، كانت الاغنيه ديال الحبيب، ديال الفتح الحبيب، الحبيب الحبيب هو دارها، الحليب 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 وغلا عليا كانوا زادوا في الحليب على الفوق. حقيقة هذا هو الدور الفنان، يعني دائما كيتفاعل مع كل ما يقع في المجتمع. على أي تبارك الله عليك، مازال غادي نرجعوا معاك لأنك عندك واحد سو في بليزير سي صلاح، كنحس بها بأنها فرحانة وهي كتغني، دونك تعشق الغناء تماما. سعيدة عندها واحد، كيف قلتي، عندها واحد حب للغناء كثير. أنا تعرفت على سعيدة داخل القسم، عندي واحد القسم في المعهد الموسيقي ديال الغناء ديال الموشحات والغناء العربي، وجات عندي كتلميذة، ومن بين الأصوات يعني دارت السنة الأولى، في السنة الثانية كانت يعني فاجأتني، ولكن كانت تطور وتحسن بالنسبة، ولكن أنا عندي واحد الشكل ديال الخدمة في داخل القسم، أنا ما كنخدم معاهم في القسم، اللي غنعطيهم ك اللي غادي يغنيو جماعة كموشح، ولكن كل واحد أو كل وحدة سنعطيها واحد الأغنية تمشي تحفظها وتجي وأديوها ليا في الأسبوع المقبل.
فهي كانت يعني بارمي يعني دوك يعني التلميذات كيف تنقولوا المجتهدات، كانت مواظبه على سميتو تنقول لها اسمعي لكذا وتنعطيها لو ستيل ديالها. حفظت واحد راه عندها واحد الريبرتوار كبير في صيد الطرب العربي ام كلثوم، في المغربي، في ورده كثير تتغني ورده جميله. اولا ناخذ خديت بعد ناخذ اشاك فو من القسم عندي تناخذ المجموعه الصوتيه ديال الفرقه، والتحقت بين الفرقه وكانت مع الفرقه ممتازه ودوزت تتغني تتخرج من يعني نعم. هذاك دور نلعبوه، لان ما تنساش ان الفرقه المغربيه الموسيقى العربيه راه عده اصوات خرجت من اللي دابا تبارك الله وما تغني بزاف دازوا معاك الياس طه فاتن هلال بي محمد عدلي دنيا لطفي نادية الصافي كاين مجموعة جاوا عندي واحد المجموعة اللي غناو في بعض في قناة من القنوات في برامج في شي برامج مسابقات غنائية اللي كانوا بزاف اللي كانوا معاك ملي كانوا في تألقوا في برامج غنائية والتحقوا بيا، ومنهم محسن لطفاوي، حسن الضادي، حسن الضادي، عز الدين بدري، يعني اللي سميتو من عز الدين بدري حيت السنة اللي درنا ذكرى أم كلثوم مشينا لدار الأوبرا من بعد 3 شهور مشينا لدار الأوبرا بالفرقة بالأصوات، وكان عز الدين بدري من إعجاب غنى مالي فوتينت لأن عنده واحد الصوت واحد تينور تبارك الله جميل صوت عالي، وغنى مالي فوتينت بواحد البراعة كان دار الأوبرا مليان عن آخرها لإلياس طه غنى محمد عبد الوهاب. كان أول مرة حيث كنت نخرجوا كان عندهم تدريب هنا تنخرجوا ويغنوا، وخرج من الكورة إلياس طه أول مرة تتألق في دار الأوبرا تغني إيهين كتب لي باقي نعقل على سميتو دنيا لطفي غنات بعض الاخر اللي زعما طيب كاين تبارك الله يعني كاين اصوات كثيره خرجت اصوات كثير. انا بغيت نذكر لك بعد يعني مشاو لي غنرجعوا لهذا الشيء من بعد غنرجعوا حتى مثلا لما بديت انا كنشتغل معك مثلا في الحفلات والسهرات لما انا تنقوم بالتقديم ديال يعني ملي ما كانوا كيجيو النجوم من كاظم الساهر لوائل الكفوري لشيرين الاصاله يعني المهم اللائحه طويله. غنرجعوا لهذا الشيء لان عز الدين غنبغيو سمعوه راه كنا موجودين بزاف الاغاني واقيلا غادي نقصوا شي شويه غادي ناخذوا الاغاني اللي يعني اللي ربما شحال هذه ما سمعناهاش نديروها في هذه الحلقه هذه دابا شي وجه التربح. عز الدين صباحك وشي بخير الحمد لله بخير عز الدين نسمعوك ومن بعد نرجعوا نهضروا معك. مرحبا. طيب شنو غادي تسمعنا؟ غادي نسمعكم وهل يا ترى يعود وهل يا ترى يعود استاذ محمود ادريسي. طيب تفضل. للعش الدافي غرد على الغصان كيف كان أيام زمان يرجع لي لهنا يعود من جديد نرفع كتابي نرفع كتابي ومعه نغني الأحباب قاعدة بالألحان واهل يا طرى يعود طيري للعش الدافي يعود للعش الدافي غرد على الغصان كيف كان أيام زمان يرجع لي لهنا يعود مجديد رفع كتابي
نرفع كتابي ومعه نغني الأحباب عذاب الألحان لازم تنرجي وليأس نعرف قلبه صافي لازم تنرجي وليأس نعرف قلبه صافي نبكي والليل عشنا ينسينا الأحزان ولي طرى يطيري للعش الدافي غريد عن الغصان كيف كان أيام زمان يرجع لي لهنا يعود مجدي نرفع كتابي معاه نغني الأحباب قاعدة بالألحان غامت الفرحة وغاب الهنا والوجد كواني كيا يا وعدي يا وعدي كيا يا وعدي بسمي معمق العمق وغامت الفرحة وغاب الهنا والوجد كواني غامت الفرحة وغاب الهنا والوجد كواني كيا يا وعدي يا وعدي كيا يا وعدي بصمي مع مق أصبرت وصابر صبرت وصابر صبرت وصابر دارت صبري جبيرة لحزاني دارت الغصة ولعت من نار الأشواق عناني من نار الأشواق عناني من نار الأشواق وغابت الفرحة وغاب الهنا والوجد كواني غابت الفرحة وغاب الهنا والوجد كواني كيا يا وادي يا وادي كيا يا وادي بصمي مع مق لعمق صبرت وصابر صبرت وصابر صبرت وصابر دارت صبري جبيرة لحزاني دارت الغصة ولعت من نار الأشواق عناني من نار الأشواق عناني من نار الأشواق هاي أمني صبري ولحني الحيرة ورماني عيني صبري ولحني الحيرة ورماني خلاني للضايع حماني حرقني الفراق خلاني للضايع حماني حرقني الفراق عيني صبري ولحني الحيرة ورماني عيني صبري ولحني الحيرة ورماني خلاني للضايع حماني حرقني الفراق خلاني للضايع حماني حرقني الفراق وهل يا ترى يعود يا ترى يعود يا ترى يعود يعود طيري للعش الدافي يعود وهل يا ترى يعود طيري للعش الدافي غريد عن الغصان كيف كان أيام زمان يرجع لي لهنا يعود مجدي نرفع كتابي معاه نغني الأحباب قاعدة بالألحان Thank you.
زال وما زال وما زال مشروط يحب الوصال هاي 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 يحب الوصال ويبشر برجوع الأحباب العهد الصفا وما زال وما زال وما زال منشرود يحب الوصال هاي 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 يحب الوصال ويبشر برجوع الأحباب العهد الصفا للعش اللي كان رمز لهنا فيض الجمال للعش اللي كان رمز لهنا فيض الجمال روح المودة الصافية روح المودة الصافية من باعي الوفاء حكم المحبة اللي جمعنا سنين وما زال حكم المحبة اللي جمعنا سنين وما زال ينتظر ويقول ينتظر ويقول ينتظر ويقول مرحبا رجعوا وكفى رجعوا وكفى رجعوا وكفى وهل يا ترى يعود طيري للعش الدافي غرد عن الغصان كيف كان أيام زمان يرجع لي لهنا يعود مجديد رفع كتابي معاه نغني الأحباب عاد بالألحان وهل يا ترى يعود يعود عزين كسوس انت كذلك بديتي منذ سنوات كتشتغلتي في حفلات حفلات خاصة كذلك في بعض المطاعم هادشي ما فيهش عيب لان بالعكس لان كبار الفنانين يشتغلوا في يعني في مطاعم ليلية الى غير ذلك ثم كذلك هي مدرسة في حد ذاتها هي مدرسة اكيد من بعد درتي واحد الالبوم خديتي درتي يعني اغاني معادة كيف ما قلتي اخويا عماد ديت في المطاعم أنه مطاعم كما قلتي مدرسة كبيرة وسيرتو لأن بزاف الناس غالطين بالنسبة للمطاعم أو للملاهي الليلية راه كاينين الملاهي ومطاعم اللي على أعلى مستوى فيهم فنانين محترفين ويعني كاين الموسيقى كاين يعني كاين خشبة مسرح وكاين يعني كل حاجة في بلاصتها كل حاجة نهضرو يعني دي نيفو مباشرة ما نبقاوش الحمد لله أنا كنت محظوظ يعني كنت من الفنانين المحظوظين أنني بديت في محلات وفي ملاهي ليلية يعني مع فنانين محترفين كلهم دابا حاليا تبارك الله يعني مشهورين ومعروفين بديت معهم وبحكم أنني كنت باقي صغير كانوا دايرين ليا بحال خوهم بحال ولدهم كانوا كيتعاملوا معايا يعني بواحد المعاملة خاصة وبديت كنجتهد وكنحفظ وكنتعلم وهادي قبل ما نجي للمحلات أو للملاهي كنت في الكورة وكنت في السماع في المديح والسماع من تماك بدات الانطلاقة ديالي فمن بعد لأنك من بعد عاد طورتي نفسك أكثر ودخلتي كتدرس دخلتي الكونسيرفاتوار من بعد دخلت الكونسيرفاتوار لأنه الكونسيرفاتوار تين حقيقة أخرى كتدخل الكونسيرفاتوار كتعلم شي حوايج يعني كتعلم أكاديمية ديال الموسيقى كتعرف لي نوت كتعرف راسك وصوتك فين ممكن يوصل حقيقة أنا درت السولفيج درت الموشحات كان بغي نحيي الأستاذ ديالي السي محمد الحنوني وكان بغي نحيي الأستاذ ديالي عبد الإله العلوي كتعرفوه مزيان أكيد وهذو كلهم أساسي ديالي السي محمد عكور أستاذ ديالي حتى هو هذو كلهم دست عندهم وكان أعتز بهم وكان أفتخر بهم حقا كلهم كان حيوهم لأن أساسينا وأصدقائنا فنانين كبار وهذو بحال نسبة لنا بحال خوهم بحال ولدهم يعني دائما معاهم بحال العائلة ديالي الحمد لله دابا حاليا انا السنه الثامنه في الموشحات يعني قالي والو وعندي السنه الخامسه في آلة العود وفي السولفيج وشون كلاسيك قريت فيه شي 3 سنين هادشي اللي كاين
نبريتي لك هذه اللعبه هذا سي صلاح. اصلا الاستاذ ديالو سي محمد حنوني كان بارمي يعني المجموعه ديال الفرقه المغربيه، رجل اكاديميك وتنحييه من هذا البروسه والجميل، واستاذ كفء ماشي تبارك الله. طيب نرجع معك للفرقه المغربيه للموسيقى العربيه، فكان تاسيس الحمد لله بدات النجاحات، بديتي كتحقق، بديتي كتعرف اكثر كمايسترو وكفرقه، لانه من بعد كنشوف بان جاو ولات مشاركه، مشيتي اشتركتي في مصر، ثم ولو كذلك لما تيكون شي حفل هنايا في اطار المهرجانات الكبيره ولا حفلات الكبيره، الا وكيكون نجم من نجوم العالم العربي امثال كاظم الصاهر ووائل كفوري الى غير ذلك، اصاله وصفوان بهلوان ويعني ودي الصافي صباح ودي الصافي يعني لائحه طويله، يعني صفوان بهلوان يعني كاين لائحه كبيره. فوليدي الاغلب تقريبا انت اللي كتشتغل معهم. لا شوف هذا يعني ناتج عن يعني تخطيط في العمل ديال الفرقه. اولا هذه الفرقه ليست كسائر الفرق، كل صراحه باش نهضروا، هذه الفرقه ما تنتظرش قناة من القنوات تعيط لها باش تقول لها جير عندك واحد كذا او انت تبارك الله الفرقة عندك شي شحال من عنصر حتى البلاطو ما غادي لا ماشي على لا دخلات البلاطوات، علاش انا كان عندي برنامج درت فيه يعني 15 وكان من احسن البرامج اللي هو هذه ليلتي اللي في القناة سميتو اكيد هذه ليلتي يعني اللي كنا يعني واخا تنقص من النخبة الفرقة راه وصلت عندي تقريبا 64 يعني عضو ما بين العازفين وكورال. الا التخطيط اللي كان علاش قلت لك ليست كسائر الفرق باش انا تندير هذه بين مزدوجتين، لان الفرقه اللي تتنتظر مطرب يعيط عليها باش تعيط على الشيف دوركستر باش تقول له اجي راه عندي حفله هنا باش يمشي معها لطنجه ولا الكذا، اللي تينتظروا سميتو ما غاديش يمشيو بعيد. وانا اشتغلت مع مجموعه من الفرق الموسيقيه اللي بكل صراحة انضاطروا ما بقاش الاسم ديالهم على الساحة الفنية بكل صراحة. علاش؟ لأن الاعتماد هو على واحد المطرب ولا على القناة تعيط لي أنا، ما تنسناش أنا تنعيط لهاد المطربين تنشغل سواء مغاربة أو أجانب، أنا تنظم حفل ديالي في نفس الوقت تنتج يعني السهرات ديالي الخاصة يعني يعني تناخذ المسرح وتندير ما هو اشهار وما كذا، هذه مجموعه ومعايا فرقه. يعني دابا انت يعني كرئيس فرقه وك يعني كبروديكتور او لا يعني كصاحب ايفنت هكذا غنكون تكون الفرقه مشات حالها، يعني كتمشي تقلب انت على راسك تجري على السبونسور على نعم سينو غادي تنعس عامين باش تبان واحد النهار في شي سهره عيط عليك شي مطرب ولا قناه كذا باش تسمع. انا قلت بزاف فرق موسيقيه مغربيه انضطرت. كيفاش يعني كي انضطرت؟ طبعا حنا كنا كنعرفوا بعض الفرق الموسيقيه، ولكن المشكله هو ان كل مره كتلقى واحد العضو كيخرج من الفرقه وكيدير حتى هو كيف خرجت انا ماشي عيب. لا ماشي عيب من طبيعه الحال ماشي، بالعكس هذا راه شرف كبير لينا، يا ريت كل عضو موسيقي يخرج ويدير فرقه. راه ما عندنا بكل صراحه تنشتغلوا مع شخصيا تنشتغلوا مع مجموعه ديال الاساتذه كبار ماشي اللي عندهم لا كومبيتونس باش يوقفوا ويسيروا تاهم. دونك انا عندي واحد الملاحظه كذلك، سواء لا في تعاملي مع الموسيقيين في البرامج التلفزيونيه او كذلك عبر السهرات والحفلات، فكتلقى مثلا نفس الاعضاء ديال الفرقه، مثلا كتلقى يلاه اللي يعني اللي كيكون قائد فرقه واللي تيقبض الخدمه هو اللي تتلقى ما كتلقى نفسه كيجيب نفس كاين هذا كاين هذا هذه دليل على يعني راه ملي تيتخرجوا ملي تيتخرج ألف طبيب يلاه تيتخرج لينا بيانيست واحد في الكونسيرفاتوار. شوف هذا ألف طبيب لان تسع سنوات باش يتخرج لينا بيانيست ولا فيولونيست يتخرج اكاديميك، تيتخرج ألف طبيب عاد تيتخرج كمانجي. خصنا نفهموا هذا المعيار وهذا المقياس باش سميتو، لان في كونسيرفاتوار دابا تنبقاو نتسناو باش يدوز القسم العليا في الالات الموسيقيه، تنبقاو نتسناو بعد خمس سنوات وست سنوات باش يجينا شي واحد، لان تنبقاو خمس سنين ما تندير والو، يلاه السنه الرابعه السنه الثالثه، ولكن الاقسام العليا
نادرا فينتي، لان فينتي يوقع المشكل اللي كان تيعزف تيحس براسو تيعزف شويه تيمشي يتجه يبغي يدبر الله يحسن العوان، تيبغي يتجه الاعراس يتجه للاستوديو يتجه لهادي وتيخلي الموسيقى. واحد المشكله ربما عندهم الصح، الا بغى يبقى يتسنى مثلا انك تشتغل واحد الايفنت مره في شهر او مره في 3 شهور وعاد عاد يتخلص هذا العازف هذا وكيغادير تعيش يعني داكشي باش كيمشي يتجهوا يا يعني اما تيخدموا في اعراس ولا كيخدموا عجوه اخرى او في محلات. ما فيها عيب انه عير ما كاينش، ما كاينش بيني وبينك ما كاينش توجيه وما كاينش الصبر. هو راه ما فيها عيب انه راه تيشتغل في ملهى او في عرس وكذا وفي نفس الوقت يقرا. وهاد وهاد المسائل لازم منها لهاد النخبه العازفين اللي تشوفهم. الا كان العازف قدر يوفق ما بين الدراسه ما بين الخدمه ديال الليل راه ما غير الله يحسن العوان تاع العازف كان عنده عمل ديالو او ما تيكونش الوقت او تيدرس متبع الدراسه ديالو في شعبه من الشعاب على سبيل. اما لا 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 يعني راه ما تيتخرج راه من 92 من 92 ما تخرجش لينا استاذ الكمانجه، ما تخرجش لينا استاذ الكمانجه حتى 2012 خصنا خصنا ما تخرجش رغم رغم تواجد يعني 1992 عازفين على الكمان. الاستاذ عبد الاله ميري من هذا المنبر احييه خدا البريمير بري ديال الفيولون في 2012 تيدوز عندنا واحد تيتخرج لينا بالكمانجه. يعني وحسب شحال من طبيب داز في هذه الوقيته، شحال من مهندس، لان هذه دراسه خاصها دير بعدا، شحال من مهندس تخرج وشحال، لان صعيب باش لان ممكن انا نعطيك مؤهلات فلوس وتخرج من ولادك اطباء وتخرج منه معصوم، ولكن صعيب باش بفلوسك تقول غنخرج ولدي بانتر ولا كمانجي ولا موهبه. موهبه خصها يهز بزاف ديال الاشياء، من موهبه من روحيات من بزاف الاشياء، من يعني غادي يشرب بزاف الاشياء اللي مهمه لي. ثم الى هضرنا على الموهبه مثلا كتلقى مثلا واحد عازف كمان ما درش متعلم، ما هو ما درش ما قراش ما درش الكونسيرفاتور ما درش السولفيج، عنده بيان سور لان تعلم في لو تيران. وكاين اللي كتلقاه دارس وتقرا نوطه ولكن تيكون الاحساس ديال الاخر احسن من الاحساس ديال هذاك اللي دارس. كاينين بزاف، كاينين بزاف. لا 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 هو ماشي حيت من عزفا واحساسا لا، لا حيت ذاك اللي ما دارش حيت حنا عندنا نديروا الموسيقى العربيه المغربيه عرب يعني داك الشيء محدود. بالعكس كاين الناس عندهم اذان يعني صاغيه للناس باش تسمع وتتحط تطبق داك الشيء اللي عزف عبد الوهاب او اللي غنات ورده ولا فهمتي. تينز كاين راه الجوق الوطني كانت الاغلبيه فيهم وراه تبارك الله احسن جوق داز عندنا في في, في 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 تاريخ المملكه واحد الوقيته يعني كانوا من الميتم ديال من الخيريه ومن كذا وسميتو وكانوا فيه عناصر مهمه لا داعي لذكر الاسماء رحم الله من مات منهم وتنتمنى الصحه والسلامه يعني الصحه والسلامه اللي باقي منهم. داز احسن فرقه موسيقيه شكون اللي يعزف القمر الاحمر بحال الجوق الوطني. عزفنا احنا الجوق يعني عزفنا الاجواق عزفات كثير عزفات القمر الاحمر وعزفات ولكن هاد الناس ديال الودن عنده كاينه الصنعه كاينه الصنعه وروح ولكن ما نساوش الا كان كاينين ناس اكاديميك وعندهم هذيك الروح ديال تيولي تضوب الموهبه تضوب التاكيد فهمتي. هذا هو اكيد مازال غادي الحديث شيق معك، مازال غادي نزيدو غادي نبغيو نفهموا هاد اللقب او هذاك المايسترو اللي تيشوفوا الناس كيسير واحد الفرقه وعنده واحد دو باغيت في يديه باغيت 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 ماشي جوج باغيت كديرها وحده انا باغي ندير جوج غير لي دوما انا فوق هذيك غادي نرجعوا ليها بعد ما نعاودوا نديروا شي وقفه فنيه. نسمعوك سعيده نعم سمعني في المغربي في المغربي شنو الاغنيه؟ اختاريت واحد الاغنيه اللي عزيزه عليا بزاف ديال المرحومه مجدة عبد الوهاب احتفت الفوت. عاد جاي سولني كيف بقيت طبعا هي الاستاذ عبد القادر وهبي وعلي الحداني في كلمات طبعا تفضل. موسيقى
تفوت عتسولني كيف بقيت ويلي 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 احتفت الفوت عتسولني كيف بقيت ويلي 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 خلص في العهد تاني
نفس وانا نعاونك في الكورال ولكن باش تعاود تاخذ السوفل ديالها. بكل صراحه هادو من الاغاني اللي كنا انا شخصيا وانا طفل صغير ولابس واحد الشورت وهز كرطابل غادي للمدرسه وفي الصباح الباكر وتنسمع هاد الاغاني وتنسمع الضيعه اللي غنات. انا حافظ هادي وانا صغير طفل صغير على الضيعه اللي ما تيعرفوهاش الناس وما تيعرفوهاش هاد الشباب دابا حاليا للاسف. وتنسمعوا فيروز على الصباح وتنسمعوا اسماعيل احمد على الصباح والسي احمد البيضاوي ويا صباح الخير. يعني هاد الدور كانت لعبوا يعني السمعي يعني الراديو الراديو كان لعب دور مهم في اذان يعني الناس كتسمع اطفال كتسمع اكثر ما انك تشوف. لان يعني باش تكون السمع ديالك سليم راه خاص 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 اليات منهم هاد العمليه السمع. للاسف احنا ماشي بالعكس احنا مع الموجه ومع العولمه ومع سميتو ولكن راه ما يمكنلكش تفرط في هاد الاغاني. لا طبيعه الحال هذه احتفات الفوز والدليل احنا في برنامجنا الدليل هو اننا نوصل للضوء على هاد هاد الاغاني. وحتى اللي حتى الفنانين النجوم المغاربه المشهورين واللي تشهروا حتى خارج ارض المغرب
فلما ولو كيتشهروا باغانيهم والا ولكن راه ملي كنكونوا جالسين راه كنسمعوا هذا الشيء دونك عند عيبه. انا رجع معك قبيله تكلمنا على على المايسترو. واش اي واحد يقدر يكون رئيس فرقه ويجيب مثلا واحد زياد من 20 عضو ويولي كيسير فرقه ويهز ديك الباكيت الوحده ماشي جوج وحده ويولي مايسترو؟ لا غير باش ما نبقاوش نكذبوا على تاع البيبليك ما نبقاوش نوهموا فيهم. يعني ماشي ضروري ان يوقف مايسترو غير باش نكونوا واضحين. اغاني عاديه راه ام كلثوم فرقه تتعزف تيعزفوا المهاره وتيعزفوا بدون شيف دوركاست. لكن إلا كانوا هناك أغاني فيهم توزيعات وفيهم كورال تعطي الإشارة باش تدخل 30 ديال الأصوات باش تدخلهم راه ميمكنش راعي صوت واحد تيدخل لك، ولكن باش تدخلهم وباش تدخل توزيعات الكمانجة وتكون يعني أغاني ديال يعني لأن دابا كيف كان زمان كانت الناس تجلس شهر باش تحفظ اغنيه بحال هكا وتبقاو مجموعين يعني شهر تجلس شهر وشحال سميتو واش من كش من شاي واش من حلويات والمسمن يعني وكذا باش دوز التمارين 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 شهر شهر تنقولها بدون مبالغه. اغاني هادشي بحال هادشي اللي سمعنا مع سعيده ولا اللي سمعنا سي عز الدين راه تيجلسوا شهر. إلا سولتي محمود الإدريسي ولا عبد الوهاب الدكالي ولا راه تيجلسوا شهر على أنا سعيد الشريبي رحمه الله 45 يوم باش جلسوا على أغنية راح ناعمة سامع. واحد المجموعة ديال الموسيقيين الممتازين عزيز الحباري وناس مولوعين وكذا اللي باش يحفظوا الأغنية دابا لا، ولكن ملي تيحفظوها واحد العازف حافظ شي حاجة أنا نوقف نسير فيه ميمين. ولكن ملي عندي توزيع أنا عندي توزيع آلات غير في التوزيع مثلا بالنسبة لاستعمال الآلات مثلا عندنا أغنية يعني كتقدر تبدل كتدخل دي سون جداد دي ترومبيت باغ اكزومبل شي هذا هو الاغاني اللي تسمع مثلا الا كنا مع كاديم الصهير جايين اغاني مثلا نكونوا نشتغلوا مع كاديم او سميتو كاينين اغاني جات موزعه من عند موالها عنده موزع ديالو خاص طبعا. عنده ملحن ديالو خاص عنده موزع ديالو خاص عنده كاتب كلمات ديالو خاصين وهو تيلحن راسو كاديم انا تنسير توزيع انت خصك تعطي البريمير فيولون يدخل والدوزيام فيولون انت ممكن كاين حوايجات عند لي تشيلو عند لي فيولونسيل ما سميتو. اما باش اغنيه بحال هادي ماشي سهله لا ما سهلاش شي حاجه اللي ميلوديك يعني كي داكشي اللي غنى سعيده عزفوه الاساتذه اوكي اذا غادي نبقى غادي معاهم بواحد سميتو بواحد سي سويت سميتو يعني ما عندها معنى بطبيعة الحال. الا دابا حنا كنا في اربعه الا ولات الفرقه فيها ازيد من 60 عضو غيكونوا 60 ولكن لا ضروري كيخص اللي ديريجي. ام كلثوم ام كلثوم كان عندها 16 كمانجاتي يعني واحد جوج صوفه ديال الكمانجيه كان عندها ثلاثه ديال التشيلوهات وعباس العظمه في الكونترباس وابراهيم عفيفي الطرار ديالها كانوا عندها جوج ديال الايقاع او واحد الاحيان دارت التومبا كانت عندها فرقه كبيره كان عبد صالح القانونجي تيعطي انطلاقه صافي تتمشي الفرقه والا صفق الجمهور ووقفوا تيعاود يعطي انطلاقه وتيمشي لا داعي لا سميتو واش ما نبقاوش نوقفوا باش لي ميكانيزم غاديين الميكانيزم غادي غادي بحال دابا هذه الاغنيه غنبقى غادي معاهم كذا سي سويت تنعطي اشاره وانا هما راه ولكن اشياء فيها توزيعات فيها لي فوا خصهم يدخلوا فيها كذا حيت كاين دابا باش ما نبقاوش هاد اسم ديال يعني مسير فرقه او ما اسم مايسترو او كذا. المايسترو كاين في الكلاسيك في لا ميزيك كلاسيك في لا ميزيك دو شومبر اوركستر في الهارمونيك او موسيقى عربيه بتوزيعات وبدي فوا ما يمكنليش انا تنوقف عندي من 20 صوت الى 30 صوت دائما واقفين معايا. اذا واخا يكون موشح هاد الاغنيه بغيت نغنيها بالمجموعه خصي ضروري يكون واقف طبيعه الحال ولا تدخل الصوت نسائي من بعد تدخل الصوت الذكوري لا باش ندخلهم مثلا نعطيهم يعني دراما راه 30 صوت باش تدخل او 20 صوت دخل شويه من ديكالين الا دخل لك هذا وعاد دخل الاخر
هنا غادي ندخل تندير توزيعات هنا العنصر النسوي كذا، هذا عيب باش نسميتو الرجوع للفرقه المغربيه. فكانت عندك مشاركات في القاهره مهرجان الموسيقى العربيه كل سنه تنمشي، يعني من 2006 انا عضو لجنه التحكيم في دار الاوبرا. من يدوز المهرجان ديال الموسيقى العربيه تيكون فيه مسابقه ديال الالات عازفين تيجيو، يعني شاركوا غير من مصر ولكن كل مصر تيجيو، لا تيجيو حتى من دول عربيه تيشاركوا تيخلصوا واحد الكوتيزاسيون ديال $100 وتيجي تيعزف او تيجي يغني. كاين تندوزوا العازفين وحدهم وتندوزوا سميتو. هاد السنه للاسف راهم دايرين هما المهرجان، واخا ما دايرينوش في القاعه ديال دار الاوبرا، دايرينو في الساحه اون بلان اير سميتو، ولكن يتعذر عليا ما غنمشيش دابا لظروف خاصه ديال خايف من كورونا اللي خاف نجا، لا الانسان ياخذ الاحتياط ديالو اكيد. ولكن هما في مصر اعتقد مطلقة عندهم الامور. انا كنشوف دابا الاصدقاء ديال المصريين والفنانين اللي كنهضروا انا وياهم بالتليفون، فالحفلات كاينه، السهرات كاينه، من غير كاين اللقاء، كاين طياره، كاين مطار، كاين ريستورون فوتيل، هادشي كاين بزاف ديال الكونتاكت. حنا ماشي هذا هو اللي سميتو، ما كاينين اسمو. انا كل سنه تنمشي، هاد السنه لقيت معك شي 30 ولا 40 سنين كيفاش تلاقينا تسمع هذا دائما تيكون معنا من المغاربه اللي دائما السي فؤاد الزبادي من هذا المنبر تنحييه، تكون معنا الاخت كريمه السقلي، شركه حياه الادريسي، عبد الشريف اعتقد، عبد الشريف عده مرات، يعني كاين اصوات مغربيه. وهاد العام راه كاينه جنات ماهي في البرنامج، وكاين صابي الرباعي، وكاين مجموعه، وان شاء الله يكون ان شاء الله ربما تكون الامور مزيانه من هنا لتمايا. هذا هو الحضور ديالي في يعني في المهرجان القاهرة. طيب غادي نعاودوا نديروا واحد الوقفه موسيقيه غنائيه. مشغول عليك مشغول، يا رب غنى معايا خويا. ولو اش غادي نغني انا؟ لا 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 تفضل انا فقط هنايا. كيفاش بان عماد راه صوت جميل. كيتواضع معنا خاصك تعرف الاب ديالو بعدا، راه راجل ديال الطرب عماد فنان كواري رحمه الله مسكين. لا يمكن انا كواري، يمكن كواري اكثر من لا فنان يمكن نسمع، كنسمع وكنعرف نسمع، ولكن الغناء لا كواري كاين بصح وكانت مي كانت فورما، دابا بقى غير الفانت. نديرو مشغول عليك مشغول، لان تيغنيها زوين عز الدين كسوس. تفضل. غيب عنك يا ريت عزاوي طول وافضل قريب منك. مشغول عليك مشغول مقدرش غيب عنك يا ريت عزاوي طول وافضل قريب منك. عليك مشغول مشغول عليك مشغول مقدرش اغيب عنك يا ريت عزاوي طول وافضل قريب منك. عليك مشغول لا عشقت بعدك ولا قبلك ولا قلت لك اني بهواك، لا عشقت بعدك ولا قبلك ولا قلت لك اني بهواك، وكان عزاني بابلك واكلمك واعود وياك،
بعد ما شغلني جمالك راحت وخلصت أيامي ضيعت أنا ليه يا مالك وداوت ألامك بألامي وإزاي أخبي وإزاي أداري وإزاي أخبي وإزاي أداري والوقت فضبي ولا أنت داري آه 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 مشغول مشغول عليك مشغول مقدرش اغيب عنك ياريت عزامي طول وافضل قريب منك عليك. ف كتوجد شي عمل عز الدين؟ كنوجد واحد العمل هو اوبريت مسيره فتح الخضراء الجزء الثاني من انتاج وفكره شركه سير العرب في شخص اخي وصديقي المصري المغربي عادل سعد اللي غادي تكون ان شاء الله من توزيع المايسترو الاستاذ هشام بلامين والحان الاستاذ عصام وهبي وغادي تكون فيها ان شاء الله كل من الفنانين المغاربة يعني المعروفين ما يحرقوش المراحل ما نقدروا نعرفوا شكون اللي غيشارك معكم من اصوات ممكن تقول شي جوج ثلاثه اصوات ان شاء الله الفنان عبد العلي انوار غتكون الفنانه رشيده طلال الفنانه فاطمه التحيحيت غادي تكون الفنانه جوليا والفنان اللبناني المغربي الفنان داني نور حنا درنا هذه الفكره هذه يعني بغينا نديروا مسيره فيها ثقافات اللي غادي يكون فيها يعني تكون فيها الصحراويه الثقافه الصحراويه والثقافه الحسانيه الثقافه الحسانيه والثقافه يعني ديال تشلحيت الحاويه شنو عندنا عاوتاني عندنا الامازيغيه واللبنانيه وداك الشيء المغربي يعني طيب طيب نرجو معك سيدي صلاح المرسلي الشرقاوي هذيك المرسلي يعني انت عندك اسم ثلاثي انه نورمالمون صلاح الشرقاوي ولكن هذيك المرسلي يعني منين جاتك انت اعتقد شرقاوي انت يا انا شرقاوي جايين من مدينه ابي الجعد الزاويه الشرقاويه افتخر بها اكيد واسم المرسلي هو الحفيد ديال سيدي بوعبيد الشرقي الأبناء دي سيدي بوعبيد الشرقي اللي معروفين احنا يا يعني أنا أنتمي إلى سيدي أحمد المرسلي إلى سيدي بوعبيد الشرقي إلى سيدنا عمر بن الخطاب سلالة سيدنا عمر بن الخطاب بارك الله ما شاء الله سنتبركوا منك لا بالعكس تبارك الله فنرجع معك بغينا نهضروا مع صلاح الشرقاوي الملحن دابا نساو الفرقة وال يعني والكفاح ديال هذه الفرقه وتبارك الله اللي عطى الثمار ديالو حنا مازال ان شاء الله نتمنى ملي تدوز هذه الظروف نعاود ترجع عاوتاني لاكتيفيتي كما كانت وتعطينا لي سبيكتاكل دابا صلاح الشرقاوي الملحن لانك تعاملتي مع العديد من الفنانين لحنتي عده قطع ونرجع لك لصلاح الشرقاوي الملحن باش ما نكونش بخصت سميتو 20 سنه هكذاك لأن الفرقة المغربية الموسيقى العربية ما كاينش شي مهرجان في الدول العربية ما شاركتش فيه الفرقة المغربية الموسيقى العربية ما كاينش شي مهرجان يعني بكل صراحة بعدة جولات مع كاظم الصاهر صفوان بهلوان يعني خارج حتى أرض خارج المغرب يعني كانت جولة في الجزائر فيها سبعة المدن تقريبا مع كاظم الصاهر ومعه في قرطاج ومع صفوان بهلوان في قرطاج وفي مهرجان المدينة يعني في سميته ويعني جراش كان عندنا احنا يعني نهار 3 أبريل و4 أبريل كان عندنا
دار الأوبرا ديال سلطنة عمان اللي هي اللي كان فيها احنا اللي كان يعني ديك ساعات كانت الوقت وقفت كان الحجر الصحي يعني سميتو وكان العالم وقف عالم وقف العالم وقف يعني كان بين الأشياء اللي كانت وكانت عندنا عدة سميتو هذا الشيء غيكون تأجل أعتقد لا تأجل طبيعة الحال تأجل صلاح الشرقاوي الملحن في خضم هاد يعني هاد المولود اللي هو الفرقة المغربية في هاد 20 سنة تقريبا هذه المخاض فيها صراعات وفيها فرح وفيها بزاف الأشياء في أثناء ذلك مرة كنت ناخذ معنا يعني أنا قبل ما تكون عندي الفرقة يعني المغربية كان عندي كانت عندي ألحان ديالي اللي قدرت عملت بعد الألحان ولكن توقفت على الألحان لأن ما يمكنش أنا تندير القصيد الشكل ديال سميتو اللي عندي تندير القصيد وقفت حتى الأيام الأخيرة يعني في هذه الأيام الأخيرة يعني هذه واحد السنة تقريبا بديت تنخرج بعد الأعمال سنتين تقريبا سي فؤاد الزبادي راه واحد 3 ديال الأعمال 4 ديال الأعمال تقريبا عملت معاه لاسميتو كان عندي مع محسن صلاح الدين جوج الأعمال سناء عبد الحميد ديال الشفشاون صوت جميل هي راه من التلاميذ يعني من التلميذات المجتهدات اللي كنت وكبت معاهم عدة سهرات وعدة أشياء اللي اشتغلت معها كتير يعني لأن ذاك الصوت يستحق أنها يعني يعني يكونوا معها كنت تعامل معها تعامل معها بطبيعة الحال عملت لها تقريبا قصيدتين يعني إن شاء الله في القريب العاجل غادي نسمعوا هذه الأعمال كلها تسمع هذه الأعمال إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله بالتوفيق فيهم اللي كانت شي حاجة خرجات مؤخرا كان عملت المنفرجة ديال الإمام الغزالي وليس الإمام النحوي اللي عمل الأستاذ عبد الهادي بالخياط هذه ديال الإمام الغزالي عملتها وغدنا أستاذ فؤاد يعني كانت خرجت في ذلك الوقت ديال الحجر الصحي جات بمناسبة مع الأستاذ فؤاد الزبادي كان هو اللي غناها وكانوا أغاني يعني وإن شاء الله عندي بعد المجموعة دي الأغاني اللي غنبدا عندي مع أمال عبد القادر واحد يعني نعمل مع واحد الألبوم قصيد إن شاء الله بتوفيق سعيدة كين شي بديتي كتفكري ديري مثلا أعمال ديالك خاصة عندي 4 ديال الأعمال كلها مغربية عندي مع أستاذ صلاح جلال الجواهر كلمات مصطفى المفتي وعندي جوج الأعمال عاوتاني مع كريم سلاوي يعني 4 الأغاني إن شاء الله مغربية قريب إن شاء الله كنت قريت لك واحد الخرجة إعلامية في شي مقال قلتي أنت ما كتعشقيش الأغنية الجديدة السريعة يعني هذه الأعمال غتكون غادة في الدوق أكيد كيبقى دوق وأنا دخلت قريت الطرب العربي الأصيل يعني بقيت في هذاك المنوال غادية وما يعني ماشي السريعة يعني أنا كنبغي كنحكر على الكلمات تكون واحد الكلمات اللي هي عائلية حتى الأغاني القديمة كانت بعض الأغاني اللي كانت سريعة كانت بذات إيقاع فيها ربما غنسمعوك دابا في شي إيقاع سريع نسمعوك في وردة ولكن طربي طربي طبعا وردة كل طرب روضة حتى آخر أعمالها في التسعينات كانت طربية بتونس بيك وحرمت حبك وخسرية أكيد معك صلاح شرنو بديك سعيد كنت دارتم تماما نسمعوا الأولى الملامة لفرد جناح عالهوى زي اليمامة لولا الملامة يا هوى دولا الملامة لفرد جناح عالهوى زي اليمامة وأطير وأرفرف في الفضاء
يضرب من الدنيا الفضاء وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمري كفاية عمري الدين أضاء وأنا بخاف المنامة أنا بخاف المنامة وأهرب المنامة كلام جراح فرشوا للأرض فرشوا للأرض دموع والشمس جناح بصوا لي منام وقالوا لي كلام جراح فرشوا للأرض فرشوا للأرض دموع والشمس جناح عشان حبي قل عشان قلت انا حبي كل ده كله عشان حبي قل عشان قلت انا حبيت لولا المنامة يا هوى لولا المنامة لفرد جناح عالهوى زي اليمامة لفرد جناح عالهوى زي اليمامة وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى أنا بخاف برافو عليك سعيدة حقيقة كانت حلقة شيقة بحضوركم بحضور أزدين قسوس بحضور كذلك سعيدة بن نياز ابنة الفنان صديقنا وحبيبنا السيد حسين بن نياز المعروف بباز وكذلك استمتعنا شوية كان فيها عنصر شوية تثقيف مع الأستاذ صالح المرسل الشرقاوي فهنا جينا تقريبا على نهاية الحلقة غادي نسمعوك في الأخير عز الدين سيدي صلاح شي كلمة أخيرة وحنا في كنت بغيت نطرق معك بزاف المواضيع أخرى ولكن كاين الوقت ضيق لأن ما يمكنش عاوتاني نكثروا من الكلام كنبغيو نديروا كلمة ونغمة استعماد هو أنا لي الشرف الكبير أنني موجود معك في البلاطو العفو ولي الشرف أنك دائما واحد من الناس اللي تقدموا لي السهرات ديولي اكيد كان وديال ديال الفرقه المغربيه الموسيقى العربيه وقدمتي لنا كبار المطربين يعني هذا ليس خفيا عليك الحمد يعني لله وتناك يعني كسبت بها تجربه لان لما كانت توقف حدا اهرامات يعني من الفن العربي ونجوم الحمد لله ما كتزيدنا الا تجربه وتجربه ما يعني زعما لي تنتمنى من الله سبحانه وتعالى واني
بعد علينا الجائحة يا رب ونرجعوا لحياتنا العادية، النعمة اللي كنا نعيش فيها الجميلة، ويعني ونستمروا في العمل ديالنا. أكيد أكيد، لأن ما أحوجنا يعني من غير خلي أنت يا كملحن وك تعاملك مع الفنانين، ولكن أنا كنمشي الشق ديال يعني اللي هو فيه هاد الفرقة المغربية للموسيقى العربية بهذا الكم الهائل ديال الفنانين اللي دازوا معاكم بالأصوات الجميلة وبالأصوات يعني مواهب اللي كتكتشفها لأول مرة، ثم كذلك العزف الجميل اللي تيكون واحد التناسق، فما أحوجنا أنا مرة نمشيو نتطربوا شي شوية ونسمعوا. ف يعني بمجرد ما تحيد الجائحة غادي تخصك دير لنا شي سبيكتاكل إن شاء الله. ولكن ما يهمني أنا شخصيا هو أن التنقيب على الأصوات، وأن يعني أي واحد لقيناه يعني فيه شيء يعني يعني الريحة ديال الطراب وديال الغناء تنقدموه يعني ونعطيه إيد الله. بالمناسبة أنا مؤسس للفرقة لجمعية عشاق الطرب الأصيل، هذه الجمعية اللي عندها واحد الصيت هنا في الدار البيضاء وفي المغرب من طبيعة الحال، وهذه الجمعية أنا المدير الفني ديالها ونائب الرئيس بطبيعة الحال، الرئيس ديالها الحالي هو السي خالد بن منصور، أتمنى له الشفاء من هذا الوعيين شوية من هذا المنبر. هذه الجمعية يعني اللي يعني اللي يعني البيت ديالها أو الأهداف ديالها هو أنها تبحث على أصوات جميلة اللي بغات ترعاهم وبغات يعني تنتج ليهم، وانا واحد من يعني اللي صاهر على هذه المساله انني خصني عين نقدم ليهم اشنو اللي سمحوا لي بانوا اصوات. هذا داخل في لوبجيكتيف المستقبلي ان شاء الله. يلا تراسينا بحال كنا عند نديروا سهرات كل 3 أسابيع او كل 15 يوم، ودابا يعني بدات غنديروا سهرات ونقيب على الاصوات اللي ننتجوا ليهم ونعاونوا. احنا مستعدين، احنا موجودين معك، وانا شخصيا في برنامج دندنه انا تنعهدك ان شاء الله، ولما تلقاو الاصوات ويعني وتكونفيرميهم وفي اطار لا بروموسيون يعني في اطار الترويج لهم، فدائما دوزوا معايا في البرنامج هذا هو في قناه شدا يعني بصفه عامه. احنا دائما ايادين او اذان صاغيه وايادين ممدوده يعني ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا، شكرا لك بزاف. شكرا استعماد، وكنحيي كذلك سعيدة وقسوس، ثم كذلك كنحيي الفرقة الموسيقية وكل من رافقني في إعداد هذه الحلقة. أخوكم عماد شفي يحييكم، غنبقاو مع أغنية محبوبي طبعا ديال الأستاذ عبد الهادي بخياط مع عز الدين قسوس، وأقول لكم الأسبوع المقبل بحول الله، إلى اللقاء. هاي 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 يا محبوبي يا محبوبي يا محبوبي، وهاي هاي هاي يا محبوبي يا محبوبي يا محبوبي محبوبي عاد ربيع واسم المساري دعاء، محبوبي عاد ربيع واسم المساري دعاء، بالشمس والزهار محبوبي محبوبي عاد ربيع، وعشت من هي فانية واليابس خضار محبوبي، وانا قلبي ما يلقاش فيع، جعلك عنه الراضية وتعود بالشوار يا محبوبي، وانت 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 احتلين بهاد الدليع، ضرب لابيك خليا ما هي شيطار يا محبوبي يا
دخلت عليك بجور ربيع وما بسماء الصافية غناد الطيار دخلت عليك واسمع أمر الهوى وطيع ورفق بالروح شنقية ما عانت من ضرار دخلت عليك دخلت عليك بجور ربيع وما في سماء الصافية غنات الطيار دخلت عليك واسمع أمر الهوى وطيع ورفق بالروح الشاقية ما عانت من ضرار دخلت عليك وأحق الورد صافر ضيع صافر ضيع وغيوان ساقية الزين العمر أصرار حتى تعطف وتكون لي بديع وتكون لي بديع بالود المخاوية نطوي واللي صار محبوبي بحالي سريع نغلمو ليام غادية والوقت بالعبار دقيقة من العمارة ما تضيع وتمضي ليام زاهية مرشوش أنوار وتعالى كون بحالي سريع نغلمو ليام غادية والوقت بالعبار من العمارة ما تضيع وتمضي ليام زاهية مرشوش أنوار عيب الوجبة هكذا تضيع وعيب الوجبة هكذا تضيع وانتركوا المعادي الراحة من صهد النار محبوب عيش الربيع محبوب عيش الربيع أرى كل مسارية وبركة من الغيار محبوبي 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 محبوبي